قاعدة مزعومة تذكر في بعض كتب مصطلح الحديث على أن قاعدة مسلمة لا شيء فيها، وهي يجوز العمل بالحديث الضعيف في قضاء الأعمال. هذه الجملة مع أنها من المختلف فيها عند علماء الحديث هل هي مسلمة أم هي مرفوضة، والذي نتبناه نحن وذكرنا ذلك في أكثر من كتاب واحد أو رسالة واحدة أن المسلم لا يجوز له أن يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بحديث يعرف ضعفه. هذا الذي نتبناه، لكن مع الذين تبنوا هذه القاعدة وضعوا للعمل بها شروطا، فلما أخل جماهير المتبنين من المتأخرين لهذه القاعدة انتشرت الأحاديث الضعيفة الموضوعة، ونحن لنا تجارب كثيرة وكثيرة جدا مع الذين ينتمون إلى العلم. إذا حدث أحدهم بالحديث وهو نعلم يقينا لا يدري من أين جاء هذا الحديث، ولا يدري أنه صحيح أو ضعيف، لكنه إذا فوجئ بالإنكار عليه وقيل له يا أخي أنت تروي هذا الحديث وهذا حديث ضعيف، رأسا أجاب بالقاعدة المزعومة، لكن يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. لكن هذه القاعدة ليست على إطلاقها. هل أنت تعلم أن هذا الحديث الذي رويته آنفا هو حديث ضعيف؟ ما يعلم شيء من ذلك. إذا قد أخل بالقاعدة لأنها وضعت لها شروط، منها أن يعلم أن هذا الحديث حديث ضعيف حتى لا يختلط عليه الضعيف بالصحيح. هذه القاعدة تساعد الوعاظ والقصاص والخطباء اليوم أن لا يتحفظوا في رواية الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه إن كان الحديث صحيح فالحمد لله، وإن كان الحديث ضعيف حديث ضعيف يعمل به فضاء عمل. فالشيخ المذكور ليس عنده معرفة بالحديث، ولذلك يروي في قصصه وفي مواعظه ما هب ودب من الحديث، فلا تستغرب أن يروي ما لا أصل له إطلاقا من الآثار التي ليست لها صلة بحديث الرسول عليه السلام، كقصة الخمر والخل. وهذه مصيبة، مصيبة الدهر، والبحث في هذا في الحقيقة يطول، وبخاصة أن بعض العلماء يستجيزون رواية ما هو أخطر بمثل هذه الرواية، أن هذا دعا الله أن يتحول الخمر المحرم إلى خل محلل.